ليه تستخدم كريم مرطب ب 100 او 200 جنيه، لما ممكن تستخدم كريم هيحل لك معظم مشاكل البشره وب 10 جنيه بس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم دكتور ضياء الدين. النهارده هتكلم معاكم عن كريم مهم جدا ورخيص جدا، وهو يعتبر الماده الفعاله لكل كريمات الترطيب الغاليه. الكريم ده بجد سحري ومفيد جدا، واهم حاجه انه رخيص وب 10 جنيه بس. الكريم مش بيستخدم بس للترطيب، ده بيستخدم في التفتيح وازاله الكلف، وبيستخدم في العنايه بالبشره وتاخير علامات الشيخوخه المبكره، وليه استخدامات كتيره جدا. الكريم ده لازم يكون موجود في بيت كل واحد فينا صيف او شتاء، والناس اللي فوق 25 سنه انا انصحهم انهم يستخدموا الكريم ده دايما، وعادي انك تستخدمه لفترات طويله عشان يحميك او يحميكي من علامات الشيخوخه المبكره. كمان بيستخدم في ازاله الكلف وتفتيح الاماكن الحساسه، وده هيفيدك جدا لو حصل لك كلف اثناء الحمل، ممكن تستخدميه بصوره امنه جدا لفتره طويله ما فيش اي مشكله، وهيقلل بنسبه كبيره الكلف اللي موجود. وبمناسبه الحمل، هو ليه استخدامين كمان. اول استخدام ان هو لما بيدهن على منطقه البطن لفتره طويله قبل الولاده، ده هيمنع علامات تمدد على الجلد اللي كل الحوامل بيشتكوا منها بعد الولاده. تاني استخدام ليه انه هيحميكي من تشققات حلمه الثدي اثناء فتره الرضاعه، فبتبتدي تستخدميه على حلمه الثدي من وانت حامل من الشهر السابع او الثامن، عشان يبدا يرطب الحلمه ويجهزها للرضاعه الطبيعيه. الكريم اللي بتكلم عليه هو البنسينول، واهم استخداماته اول حاجه هو تفتيح الاماكن الحساسه، وده بيتم عن طريق دهانه مره واحده يوميا مساء لمده شهر. تاني اشهر استخدام ليه هو جفاف وخشونه الايدين والكعبين، وده طبعا هايل وبيدي نتيجه هايله، وتقريبا ما فيش احسن منه. وفي كذا استخدام كمان ممكن نستفيد منهم من خلال البنسينول. اول حاجه، حب الشباب المصاحب للالتهابات عن طريق انه بيخفف الالتهابات من الجلد. الحروق والجروح عن طريق انه هيشتغل برده كمرطب، ومش بس مرطب، ده هيساعد على الالتئام عشان هو بيحتوي على خصائص مضاده للميكروبات، وكمان بيستخدم للشعر المتقصف والمتضرر عن طريق ان هو بيرطب الشعر وبيحميه من التقصف. وكمان بيستخدم لعلاج فروه الراس الملتهبه، وده زي ما قلنا عنده خصائص ضد الميكروبات والبكتيريا اللي بتسبب الالتهاب. بس في كام شائعه لازم نوضحها عن كريم البنسنول. رقم واحد، انه بيعالج التمدد، فزي ما قلنا ان هو ممكن يحميك من التمدد بنسبه كبيره، لكن هو خلاص لو في تمدد هو ملوش اي دور انه يعالج التمدد ده. تاني حاجه، الهالات السوداء، برضه هو ملوش اي دور انه يعالج الهالات السوداء. تالت حاجه، تجاعيد البشره او الشيخوخه، زي برضه ما قلنا ان هو هيحميك من انك ما توصليش لتجاعيد البشره او للشيخوخه، لكن هو مش هيعالج تجاعيد البشره ولا الشيخوخه. لازم برضه ناخد بالنا من حاجتين موجودين في الصيدليه، البنسينول كريم والديكسابنسين كريم. الديكسابنسين كريم ده فيه كورتيزون، لكن البنسينول اللي بنتكلم عليه النهارده ما فيهوش كورتيزون، عشان كده بنستخدم البنسينول كريم لفتره طويله، لكن الديكسابنسين مش هينفع نستخدمه لفتره طويله عشان هو موجود فيه الكورتيزون. يبقى ليه يا جماعه نشتري كريمات غاليه جدا ومكلفه، لما ممكن نشتري كريم البنسينول لحل معظم مشاكل البشره وب 10 جنيه بس. وطبعا لو عجبكم فيديو النهارده ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه، وما تنساش تنشر الوعي وتبعت الفيديو لاي حد وعرفه ايه الكريم اللي ب 10 جنيه ده. السلام عليكم.